بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سأتحدث معكم في موضوع المرونة والتيسير في أصول الإمام مالك رحمه الله. وقبل أن أتحدث عن هذه المرونة، أريد أن أقف عند منشأ هذا المذهب. فكما تعلمون أن مصدر ومنشأ هذا المذهب هو المدينة المنورة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة هي التي استوطنها العديد من الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضهم انتقل إلى الأمصار الأخرى. وباجتهاد هؤلاء العلماء، علماء الصحابة الذين استوطنوا المدينة المنورة، في فقههم وفي اجتهاداتهم وفي القضايا التي نزلت في المدينة المنورة تم جمعها وأضيفت إلى المسائل التي اجتهد فيها كذلك التابعون رضوان الله عليهم من الفقهاء الذين عرفوا بالاجتهاد، كالفقهاء السبعة المعروفون والذين ذكرهم بعضهم، فقال: فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فهذا العلم كله هو الذي جمعه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. وبالتالي فالمذهب ليس متمحضا للإمام مالك رحمه الله، إنما المذهب هو منسوب إلى هذه المدرسة بكاملها. إنما الإمام مالك رحمه الله أضاف إليه الجمع والصياغة والتهذيب والتنظيم والاجتهاد، الاجتهاد من عنده هو، كما اجتهد أتباعه رضوان الله عليهم في هذا المذهب. يعني شيدوا أركان هذا المذهب وبنوه بناية تامة. إذن فبعد هذا نذكر بعض مميزات هذا المذهب، أو الميزة الأساسية في هذا المذهب. هذا المذهب يتميز بالتوسط وبالمرونة واستعمال العقل والنقل في آن واحد، حيث إننا نجد في مدرسة المدينة المنورة نجد محدثين كبار كنافع مولى بن عمر، وهذا روى عن الإمام مالك رحمه الله، فهذه التي تسمى بالسلسلة الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ونجد فيها كذلك علماء كبار استعملوا الرأي، استعملوا القياس، كشيخ الإمام رحمه الله هو ربيعة الرأي، فهذا معروف، يعني نسب إليه الرأي. لماذا؟ لأنه يستعمله كثيرا ويقيس ويستنبط من القرآن ومن السنة لمسائل كثيرة، فعرف بذلك. إذن فالإمام مالك رحمه الله تشبع بهذا الفكر وتشبع بهذا المنهج، يعني منهج أهل الحديث ومنهج أهل الرأي، فكون به هذا المذهب الذي ينسب إليه. إذن فما المقصود بالمذهب؟ المذهب من حيث اللغة هو مصدر ميمي يطلق على مكان الذهاب كما يطلق على زمانه، يعني المكان الذي يذهب فيه الخلق، فهذا هو المذهب أو الطريق. أما من حيث الاصطلاح عند علماء الفقه فيقصدون بالمذهب، أقول لكم ما قاله الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الدردير على الشيخ خليل، يقول: مذهب مالك مثلا عبارة عن مذهب ما ذهب إليه، عبارة عن ما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية، أي التي بذل وسعه في تحصيلها. فالأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن والسنة لا تعد من مثل أحد. إذن المذهب يكون في المسائل الاجتهادية فقط. لماذا؟ لأن الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة إما أن تكون واضحة الدلالة، فهذه ينقلها يعني الفقهاء إلى يعني فقههم، لا ولا يجتهدون فيها. لماذا؟ لأن الشارع نص عليها ولا تحتاج إلى أي شيء. وهناك مسائل يعني ظنية الدلالة اجتهد فيها العلماء، فباجتهادهم هذا يعني يطلق العلماء على هذا الاجتهاد المذهب، حيث أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة كذا، ومذهب الشافعي في هذه المسألة كذا، ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كذا، ومذهب الإمام أحمد، وهكذا.
إذن فهذه يعني في المسائل التي يكون فيها الاجتهاد هي التي تكون فيها المذاهب. وبالتالي فجمع العلماء هذه المسائل الاجتهادية لفقهائهم فطاقوا عليها المذاهب. وبالتالي فالمذاهب هي المسائل التي اجتهد فيها المجتهدون، سواء اجتهد فيها الإمام واجتهد فيها أتباع الإمام بنفس المنهج الذي تركه لهم. أما ما يتعلق بالمرونة، المرونة المقصود بها هو رفع الحرج وجلب المصلحة للناس، سواء كانت هذه المصلحة دنيوية أو أخروية، وهي الأساس المصلحة الأخروية هو الفوز بالجنة ورضا الله عز وجل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع. وبالتالي فهذه المرونة هي التي راعاها العلماء في فقه، وخاصة في مذهب الإمام مالك رحمه الله. فيجتهدون وفق ما يقصده الشرع في المسائل، يعني أن يضعون دائما مقصود الشرعي في المسائل التي يجتهدون فيها، ولا يريدون أن يقفزوا على النصوص ولا أن يؤولوها وتأويلات بعيدة، وما فهذا كله غير موجود في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبالتالي فهذه المرونة المقصود بها هو جلب المصلحة ودفع المفسدة على الناس وفق ما يقصده الشارع الحكيم. ثم بعد هذا نتحدث عن ما المقصود بالمرونة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، أو أين تتجلى لنا المرونة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. تتجلى لنا هذه المرونة في كثرة أصوله رضي الله عنه، فقد أحصاها العلماء خاصة الأصول المرنة فأوجدوها 17 أصلا، فهو يفوق بكثير كل المذاهب في هذه المسألة، يفوق بكثير كل المذاهب في هذه المسألة. فبعض المذاهب نجد عندهم 5 فقط، ولكن مذهب الإمام مالك رحمه الله فنجد عنده هذه الكثرة. ولذلك يقول الفقهاء في مذهب الإمام مالك رحمه الله فهو أوسع من مصر والعراق والشام، ها والشام. وبالتالي فيقصدون بذلك أنه أوسع من مذهب الشافعي الذي دفن بمصر، أو والذي وأوسع من مذهب أبي حنيفة الذي دفن بالعراق، وأوسع من مذهب الإمام الأوزاعي الذي دفن بالشام وبلبنان بالتحديد. إذن فهذه المرونة بطبيعة الحال تحدث عنها العلماء داخل المذهب وخارجه، فالذين ألفوا فيها خارج مذهب ابن تيمية رحمه الله، فقد ألف في مذهب في أصول الإمام مالك رحمه الله كتابا سماه تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، فتحدث عن أصول مذهب الإمام مالك أكثر من علماء المذهب، وبين هذه المرونة وبين هذه الأفضلية التي تفوقت فيها أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله عن باقي أصول المذاهب. إلى تتمة هذه الأصول المرنة للمذهب المالكي في الشريط الثاني بإذن الله تعالى، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.